الشوط الثاني لم يكن على الأقل في مستوى الشوط الأول من اللقاء. كرة من هناك، التغطية من جاتزي وسط الميدان، تلعب ناحية ماركيزيو، ماركيزيو 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 ليبيل فيدال فيدال هدف جول جول خداع اليوفي ومكار وخداع اليوفي وخداع فيدال يفتح مجال التسجيل. هاي الحلاوة تاع اللقب بالنسبة لليوفي. الآن في هذه اللحظات شعر اليوفي بأنه فعلا يتذوق طعم اللقب عندما يفوز على الجار تورينو، يفوز فعلا بلقب الدوري يوفنتوس تورينو. في الثلاث دقائق الأخيرة من عمر المباراة فيدال اللاعب الشيلي يسجل هدفه التاسع، هذا هو الأغلى لأنه كان أمام الجار. بوم حطاله في الزاوية اليمنى، لم يقدر عليها جون فرانسوا جيلي. يوفنتوس يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 86 من عمر المباراة. يا لك من يوفي ويا لك من فيدال، ويا له من عناد ويا لها من قوة وإصرار. عند اليوفي يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 86. العرس من جانب يوفنتوس وليس من جانب تورينو في هذه الأمسية. خسارة أن تورينو يخسر في اللحظات الأخيرة. أول موسم له مع اليوفي قادما من أتلانتا في الميركاتو. كرة في القائمة الثانية صعبة خطيرة والهدف جول جول ماركيزيو 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 يسجل الهدف القاتل، يقتل تورينو في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. ماركيزيو يسجل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم مع فريق يوفنتوس أمام تورينو الذي انهار بدنيا. انهار فريق تورينو، ظهرت الفراغات. شوف الفراغات هذه ما كانت موجودة في الشوط الأول، رجعها بالراس وحده ماركيزيو أمام الحارس جون فرانسوا جيلي. يسجل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة. يوفنتوس تورينو قاهر الجميع هذا العام، يوفنتوس تورينو قاهر الجميع هذا العام، يفوز على تورينو. يا لها من ختام الموسم، يا لها من نهاية موسم ينسع الشعب وجماهيره الخسارة والإقصاء أمام البايرن ذهابا وإياب.